من لفيفة غربية أوكرانيا ينضم إلينا مراسل العربي شوقي أمين. مرحبا بك شوقي، ضعنا في آخر التطورات والصورة لديك. الصورة قاتمة هنا في الفيف في الحقيقة، يعني عندما نشاهد هذه الجحافل في الحقيقة من النازحين، وخاصة الذين نزحوا خلال هذين اليومين من سومي شمال شرق أوكرانيا. سومي كما تعرف أمنت ممراتها الإنسانية. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من تجنيد، أكثر من 59 حافلة لنقل لإجلاء وإخلاء السكان من خلال هذه الممرات الآمنة في سومي، علما أنه رغم هذه تلك الممرات فإن عديد السكنات عرفت عديد الضربات الصاروخية. نتحدث اليوم عن 9 أشخاص من نفس العائلة لقوا حتفهم جراء هذه الضربة الصاروخية. تم إجلاء أيضا 1100 طالب أجنبي هنا نحو مدينة لفيف التي نتواجد بها، وبالتالي يمكن القول اليوم أننا نسير ربما نحو هذه التهدئة التي أعلنت عنها روسيا، ولكن لا ندري متى يمكن أن تحترم هذه الهدنة وإلى متى وما هو السقف الزمني إلى غير ذلك. عدا ذلك فهناك تشكيك هنا في الحقيقة في لدى السلطات في مدينة لفيف، وربما حتى على المستوى الرسمي في النوايا الروسية في احترام هذه الهدنة على الأقل على المدى المتوسط. هل يمكن القول أنه يمكن إجلاء باقي المناطق خاصة خاركيف؟ خاركيف هي المدينة التي أكثر تضررا في الواقع، وأيضا ماريوبول، ولكن خاركيف ربما التي تحولت فعلا بشكل تام إلى مقبرة كما يقال هنا، بحيث تم تقويض كل البنى التحتية، لا توجد هناك مستشفيات ولا توجد هناك حتى مسارات لنقل أو إجلاء المتضررين من هذه الحرب. هناك لوحظت جثث متفحمة لم يتمكن أهلها من دفن ذويهم إلى غير ذلك. هذه معضلة موجودة، هذه معضلة أيضا موجودة في كييف، يعني في أعالي كييف هناك جثث على الطريق تنهشها للأسف الكلاب. هذه أزمة إنسانية دولية، قل ما شئت الوصف، لا توجد هناك وصف لهذه الحالة. نحن نعيش حالة من التردي الإنساني في بكل ما يتعلق بهذه بالإنسانية من معنى، لأن اليوم هنا في لفيف الحالة مزرية. المدينة لا يمكنها أن يعني أن تستقبل كل هذه يعني هؤلاء النازحين واللاجئين. الأجانب يعانون الأمرين، يعانون عملية تسويات بياناتهم إلى غير ذلك، ثم أيضا عملية إجلائهم نحو البوابة البولندية نحو دول أوروبا الشرقية. عدا ذلك هناك أيضا من المظاهر أيضا التي بالحقيقة يعني تعكس المأساة هنا في مدينة لفيف، هو العدد الهائل من الأطفال والعدد الهائل من كبار السن الذين لا يزالون هناك عالقين هنا في محطة القطار ولا يجدون مأوى، لأن يعني ما تقوم به مدينة لفيف حقيقة هو كبير جدا، ويعني حملة المتطوعين وأيضا لجنة الطوارئ بشقيها المدني والعسكري تحاول قدر الإمكان تأمين حتى هذا المأوى المؤقت، وذلك بما يسمى الآن بالأفضلية. يعني الأفضلية الآن تعطى للعوائل وللأطفال وأيضا لكبار السن، ولكن هناك الذين يعانون أيضا ببعض الأمراض. إذن هي الحالة في الحقيقة، المشهد كما يقال الإنساني هنا في الحقيقة مغرق في يعني في المأساة، وبالتالي لا يمكننا أن نتصور يعني أن تكون مدينة لفيف لوحدها قادرة على يعني احتواء هذه الأزمة إذا لم يكن هناك تضامن لوجستي من قبل الدول المجاورة. وبالفعل بولندا مثلا بدأت بإرسال نحو 36 شاحنة من المعدات الطبية والأدوية إلى غير ذلك، وبالتالي هناك أيضا حاجة كبيرة للمساعدات ولا ندري متى تتدفق. عدا ذلك هناك أيضا الشحنات العسكرية التي يعني تصل تباعا هنا إلى مدينة لفيف، ولكن هناك حذر كبير جدا من أن تستهدف هذه الشاحنات كما توعدت.